يشين فعل الواحد اللي عصاها باب من ابواب النعيم المخلد العمر كله ما وقف عطاها الام كنز من فقدها يعاني لا تجرح امك وانتبه يا ضناها غذتك ومنك ما غذيت نفسك وشالت قبل التغذيه في حشاها شالت قبل انك تشيلك عظامك وعطتك عن برد الليالي دفاها ربتك واهتمت بزادك ونومك تريه عشاك ولو ما تجد عشاها يوم ان مالك حيل في صغر سنك تدراك ما تحسب حساب العناها على وجودك تحمد اللي وهبها انت الامل وانت القمر في سماها اليا ضحكت تذوق طعم السعاده واليا مرضت الهم والضيق جاها رعتك ومنك بحاجه رعايه ترعاك لو ان الزمن ما رعاها واليوم لا تبخل بوصلك وبرك الغاليه حالك ومالك افداها احرص عليها وانت مهما تسوي تراك والله ما تلاحق جزاها سلامتكم.